مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو هذه ديال واحد التحليل ديال كاردانو ادا اللي معروفه بادا وكاردانو هاد العمله هذه اللي بارمي العملات اللي هما معروفين بزاف واللي كبار. دونك غادي نديرو تحليل تقني نشوفو واش وصلنا فريمون للقاع ولا مازال عندنا بوسيبيليتي ان كاردانو تكمل الهبوط ديالها، يعني لو فري فول اللي كان واقع الان دوبي. كنشوفو بان كاردانو اوسي il suit le même كتسوي il suit le même la même trajet اللي كاينه فيه البيتكوين. غادي نحاولو نشوفو نديرو نشوفو واش غادي يعطينا نفس ال تنشوفو ici بانه لا ميم تراجي ا بو بري اللي كاين عندنا في البيتكوين كاين اوسي في كاردانو، وهذه معروفه لان دوك العملات اللي هما كبار فهما تيتبعوا نفس تقريبا نفس التراجيكتوار، كيتاثروا بنفس العوامل والبري ديالهم تيتاثر اوسي بنفس يعني تيتبع نفس لي توندونس. اوكي دونك الى لاحظنا هنايا جينيرالمون ils se suivent. OK دونك بلاص ما نحلوا البيتكوين درنا تحليل ديجا ديالو شفنا واش الهبوط كبير سالا ولا لا واحد الفيديو قبل يمكن لكم تشوفوها في القناه، مي هذا الفيديو غادي نركزوا فقط على يعني ال كاردانو. اوكي دونك كاردانو دوبي كيف البيتكوين من شهر 9 2021 شهر 9 2021 وحنا في هذا يعني الهبوط اللي كاين واللي تنشوفو سي تاكسونتوي يعني كتر كبر بورسونتاج ديالو. فسي اول مره كانت عندنا الهبوط الاول كان من بعد واحد يعني بيريود ديال لا يعني ديال لاكوميلاسيون قلت ديال تنتسناو ديال تسنيا هنايا من بعد درنا واحد بيريود اخرى ديال الهبوط من بعد درنا واحد لا زون دو كونسوليداسيون كيف كنسميوها بالفرنسيه وحنا دابا في الهبوط الثالث. واش هذا الهبوط الثالث هو اخر القاع ديال هذا البير هذا اللي عودنا ليه او لا مازال عندنا بوسيبيليتي اننا نعودو بزاف بزاف؟ فنشوفو دارو اول حاجه تنشوفو هدف الديلي هاد النيفو اللي واقفين فيه هاد المستوى اللي واقف فيه البري الان فهو مستوى وقفنا فيه مرات عديده في الماضي يعني وما نهضروش على قبل من نهضروا على 2021 مره اولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه ودابا صافي الان شحال 5 ايام وحنا في هذا المستوى هذا الان. اوكي فهذا تيبين ومازال ما هرسناش يعني حاولنا اننا نكاسيو ولكن ما كاسينا شيء. الى مشينا الكاتر فور اورز غادي نشوفو ل حنا تنشوفو باننا سكون في كما اون دي اون ني ويجن يعني اون ني اون تران دو فير واحد اوكي دونك اون ني اون تران فير واحد تريانجل سيميتريك بريسك سيميتريك في لا فان ديال هاد لا توندونس. اسكو سا فا ديسوندر بلو با او سا فا مونتي اون هو؟ جينيرالمون had le triangle comme ça si c'est un triangle d'indécision. OK, on ne sait pas s'il va monter ou descendre, ça va dépendre de plusieurs choses. Donc هدف ال 4 اللي حيدنا ال 4 ورجعنا للديلي ديالنا وعملنا انه عملنا شفنا لاحظنا بانه البري اللي رسمنا سكون ابل واحد الكانال اوسي دو لون تيرم. هاد الكانال هذا تيبدا من شهر 2020 والبوان ديالو هو لو بلو با اللي وصلنا ليه الان في جانفي 22 والبوان الثالث ديالو هو 3 سبتمبر 2021. فلاحظنا من رسمنا الكانال بان لا لين ميديان ديالو الى جوي لو رول ديالها ديال سيبو ريزيستانس الاول هنا في هاد البيريود هادي 2021 سبتمبر وصلنا لي هنايا ودارت لنا ريزيستانس سيبور 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 اي امبر كاسينا عاود هودنا لهنا. اسكو سا فا ما نهضروش على هاد لو كانال هذا الاخير اللي كاين هنايا الموف هذا حتى هو كانال غادي نهضروا عليه. دونك دابا حنا وصلنا لهاد المستوى واش
هو غادي نهودو ولا غادي نعاودو نرجعو. دونك الا عاودنا رجعنا فضروري ضروري الا بغينا نرجعو واننا نكملو اننا نهرسو نكاسيو هاد النيفو هذا اللي هنايا، هاد النيفو هذا اللي عندنا هنا 1 دولار 63. اوكي هاد 1 دولار 63 الا بقينا تحتو وما كاسيناش وعاودنا فضروري اننا غادي نهودو بلو با. الا هودنا بلو با ف عندنا مستويات اقل هنايا ديال 0.44، عندنا مستوى اخر يسينا ديال 0.80. دونك هادو مستويات كلهم الى هودنا غنهودو لهم، خصوصا هذا 0.80 هذا هنايا. اوكي باغ كونتخ الى درنا غير ان انالوجي ديال شحال عندنا هنايا وكسيناه وهودنا فهو غيجيبنا لهاد 0.40. اوكي الى خدينا بان هاد الباترن هذا اللي عندنا الاخير وهرس كسيناه من تحت، حنا غادي نجيو لهنايا هاد النيفو هذا ديال 0.40. اوكي باغ كونت الى هرسنا ومشينا من الفوق فهو غادي يدينا الفوق هنايا هاد لالين ديال اسي ديال عندنا 1.94 ولا 2. اوكي هاد لا زون هادي دونك ا سورفيي على حساب لا كاسور ديال هاد لو تريونغل اللي عندنا في الاخير واش غيطلع فوق ولا غيعود لتحت. دونك غنحيدو هاد الشيء باش ما يكثرش علينا هادشي بزاف. دونك حنا في لوبا ديال الكانال لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نكاسيو 1.63 ونطلعو الفوق سي اون فو الي بلو هو سي سا كون شيرش. كان عندنا هنا لين بلونش بي. الهدف ديالنا هو هذا سي اون كاس ايسي اننا نمشيو لو هو ايسي ديال هذا الكانال هذا اللي هو نديروه بالكولور اخرى. كولور بلو ايسي اون فوا لو فير اوسي بلو. اوكي دونك هذا الكانال هذا هنايا الى كاسينا حنا هنايا حنا غادي نمشيو هنا عندنا واحد 80% لو بوتونسييل الاول والدوزيام بوتونسييل اللي عندنا كون فو الي هو هاد اننا نمشيو ونمشيو لو فوق ديال هاد الكانال سي كيلكو باغ هنايا في هاد الانتراسي وادي هنا ايسي. اوكي اون فو الي دون سي سي avec واحد البوتونسييل ديال تقريبا 130%. اوكي دونك لوبجيكتيف انه هنايا هاد لو بوين هذا سي اون كاس اون هو اون اشيت هاد لو بوين هذا، سي اون كاس بلو با اون اتون 0.40 اون اشيت في هاد لو بوين هنا ايسي ديال 0.40 ايسي. سينو اون الى كاسينا ايسي اون اشيت في هاد لو بوين هذا. On a deux points donc à acheter. Donc le cas qui est chez vous d'abord ou le cas peut-être cas مؤقت et il a ما كانش يعاود يهود لتحت الى كمل تاع البيتكوين الانحدار ديال الاندحار ديال كيمون دو بالعربيه ف ميم كاردانو غادي تكمل حتى هنا سينو الى بغينا نرجعوا غادي نتسناو حتى نفوتوا هذا 1.62 ولا 1.63 et on va aller chercher deux niveaux اللي هما مهمين قلنا 2.94. اون اتون حتى المارشي هو يعطينا ان انديكاتور فاش نشريو، سواء نشريو هنا ولا نشريو في الكاسور ديال هنايا في هاد النيفو هذا هنا بوغ الي نو. دونك ما كاينش ريان فين كاينين حنا دابا هاد لا زون هادي غادي نتم غادي نديرها هادي هنايا انا تاع شي كولور اخرى موف نديرو لها لا كولور موف. هاد لا زون هادي ما نشتروش فيها ما نديروش فيها نتسناو سوا لتحت هنا سوا لتحت الفوق. اوكي
دونك سي سا مون فيرديكت بور كاردانو. اتمنى ان شاء الله هذا التحليل يكون عجبكم واعطاكم فكره. ميرسي بور لي نوفو زابوني في القناه، هذا مشجع ان شاء الله. الناس اللي مازال ما تابوناوش نتمنى ان شاء الله يتابوناو باش يشجعوا القناه في المستقبل ان شاء الله، ويوتيوب تشجعوا تقترحها على المتتبعين الاخرين في المستقبل ان شاء الله. ميرسي بوكو، بروني سوان دو فو، اي بون تريدين ان شاء الله.